من هم بإلحاد في الحرم عذبه الله، كيف نجمع بينه وبين حديث إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم؟ هذا عام، وحديث الحرم خاص، ولا تعارض بين عام وخاص. فالحرم من هم يعذبه الله، مجرد الهم. أما غير الحرم، من نوى ولم ينفذ فليس عليه شيء. هذا خاص وهذا عام، ما بينهم تعارض أبدا. نعم.